المشاكسة. أنا ذاهبة لزيارة جارتنا أم عبود. ها؟ إنها مريضة ولا بد أن أزورها لأطمئن عليها. ولكني في الساعة الخامسة سأذهب لألعب الكرة يا أمي. لن أتأخر إن شاء الله. مع السلامة، اهتم بنفسك. أين الملابس الرياضية يا ترى؟ أين هي؟ أين؟ ليست هنا، ربما تكون هنا. لابد أن أغسلها. أمي قالت لابد أن أعتمد على نفسي، فأنا الآن كبير. الحمد لله، انتهيت أخيرا من غسل ملابسي الرياضية، ولكنها مبتلة. يجب أن تجف بسرعة حتى ألبسها وأذهب إلى الملعب. ولكن أين أنشرها؟ ها، وجدتها في شرفة المنزل. هذا سلوك خاطئ يا أم عبود. الذين ينشرون الغسيل على الشرفات يشوهون المنظر العام للبلد، وهذا خطأ. نعم يا أم حمود، كلامك صحيح، لكن ماذا نفعل لمن لا يسمع الكلام؟ سأتأكد إذا كانت قد جفت الملابس. ها، ما هذا؟ الحمامة، الحمامة جالسة على ملابسي. هش هش، لقد اتسخت ملابسي مرة أخرى. أين ذهبت الحمامة المشاكسة؟ تأخرت أمي، قاربت الساعة من الخامسة وملابسي لم تجف. أراك على خير وصحة جيدة إن شاء الله يا أم عبود، مع السلامة. شكرا لزيارتك يا عزيزتي. ها؟ ما هذا؟ غسيل في شرفتنا؟ من فعل ذلك؟ أنا يا أمي، أنا، ولقد غسلتها أكثر من مرة، والحمامة المشاكسة توسخها. في المرة القادمة عليك نشر ملابسك في فناء البيت. حقا، نشر الملابس في الشرفات عمل خاطئ.